مساء الخير. قد يكون مناسبا أن أستأذن ومبكرا في حديث هذه الليلة، إذا أنا أثقلت على مستمع عام أو على قارئ عام ببعض الموضوعات التي قد تبدو غريبة عليه، ذلك أنني في هذه الليلة أريد أن أتطرق بعض الشيء، أقارب بعض الشيء، موضوعات قد تبدو عسكرية لكنها في الواقع مما يدخل في نطاق ما هو ضروري لاهتمام العام. عادة أنا أفرق بين المعرفة العامة بشيء وبين التخصص العام في علم، التخصص المحدد في علم. وهنا أظن أنه إذا كان من واجب الجيوش، أي جيش، أن يعرف وهو في ميدان القتال ومستعد أن يضحي بحياته لماذا يحارب، فمن واجب الرأي العام أن يعرف وبوضوح كيف يحارب هذا الجيش. هذه تجربة أو هذا موضوع ضروري في اعتقادي، لأنه في بلاد أخرى عاشت طويلا مع تجربة الحرب وجربتها في حياتها أجيال بعد أجيال. أولا في المعرفة، في التعليم العام كان في شيء يدرس عن تجربة الحرب وعن موضوع الحرب، وأنا أشرت إلى المناهج الأمريكية حتى ومنذ الاستقلال أنهم وضعوا في المناهج الأولى شيء عن فكرة الحرب وعن صراع، فكرة الصراع، فكرة أن يحاول شعب أن يأخذ حقوقه بيده وأن يدافع عن نفسه بنفسه وأن يتحمل مسؤوليات مستقبله بضرورات مستقبله نفسها. وأيضا في العالم في أوروبا مثلا وفي أمريكا في أجيال بعد أجيال حاربت وعن طريق وجودها في ميادين القتال اكتسبت شيئا ما من المعرفة بالظروف التي تحارب فيها الجيوش. أما عندنا في تجربتنا وتجربة الحرب قريبة على أي حال، لأن تجربة الحرب لا يمكن أن تجري إلا متسقة مع تجربة الاستقلال ومع تجربة النمو. هناك شيء يدافع عنه، وطن يدافع عنه أو منجزات يدافع عنها، منجزات في وطن في واقع الأمر، هو ده دايما موضوع، وأمن هذه الوطن وأمن هذه المنجزات. في الخارج في أوروبا وفي أمريكا بالتحديد في المجتمعات المتقدمة عرفوا قليلا تجربة كيف تقاتل جيوشهم، لأن هم نفسهم حاربوا. يعني لما أشوف كمية الناس اللي عندهم تجربة في الحرب، مثلا في إنجلترا في الحرب العالمية الثانية أو في أمريكا في الحرب العالمية الثانية أو فيما بعدها بالحرب العالمية الثانية، إلى كوريا، إلى فيتنام، إلى أفغانستان اليوم، ألاقي في ملايين الشباب الأمريكي عاشوا ظروف الحرب وفهموا أو عرفوا، وباهتمام مجتمعاتهم أيضا بهم شاع في المجتمعات شيء ما عن فكرة الحرب وعن تجربة الحرب. اعتقادي أنني في مقاربتي لبعض الموضوعات العسكرية في هذه الليلة، أنا لا أريد أن أدخل في موضوع علم الحرب لأنه هذا ليس اختصاصي، لكن أنا أريد أن أقارب معرفة الحرب بشكل أو آخر، لأنه أنا بعتقد أن إحنا في هذه السنوات التي قاتلنا فيها اكتسبنا كثيرا جدا، وكثيرا جدا يضاف، وكثير منه أيضا يمكن أن يكون في تأكيد معنى السلام. أنا عايز أقول وبقى واضح بوضوح أنه الأمم تحارب لكي تحقق سلاما، لكن سلاما حقيقيا. على حال هرجع في موضوعي إلى ما كنت أتحدث فيه. أنا اعتقادي أنه بداية حرب الاستنزاف في على الطريق إلى أكتوبر سنة 73، أنا بعتقد أنها لحظة من أمجد اللحظات في تاريخ هذه الأمة، ويحق لهذه الأمة أن تطل عليها، وحتى لو أدى بي أو بغيري إلى إرهاق بعض الناس بشيء أو بلمحات عن كيف تجري الحرب أو كيف تجري الاستعداد للحرب، وبدأ أننا نخوض في موضوعات عسكرية، فأنا أرجو أن يبقى في قدر من التسامح، تصور أنها أو مع تصور أن هذا ضروري من وجهة نظر صحفي على حال يريد أن تكون الحقيقة كاملة أمام أصحاب الحق في هذه الحقيقة. أظن أن معضلة المعضلات في بداية حرب الاستنزاف كانت سلاح الطيران. سلاح الطيران كان فدا، وهو معضلة المعضلات زي ما قلت، هو هذه كانت طبيعة أمور. أولا فكرة الحرب كلها زي كنت بقول جديدة علينا. الحاجة الثانية أنه فكرة الطيران في حد ذاته هو سلاح جديد طرأ، والناس محتاجة خبرة بيه طويلة ومحتاجة معرفة بيه. وبعدين احنا عندنا
تركزت النكسة كلها أو ضربت 67 كلها تقريبا في الطيران، فأصبح الطيران هو رمزا لها بظلم أو من غير ظلم. لكن واقع الأمر أنا بعتقد أنه الطيران قد يكون ظلم، لأنه ألقي عليه عبء كبير جدا، مش بس أنه ما كانش مستعد ولم يكن ممكنا أن يكون مستعدا بطبيعة الظروف، لكنه اللوم كله ألقي عليه والحملات كلها وجهت ضده. وهذا كان منطقي في جزء منه، لأنه الضربة الجوية كانت هي الافتتاحية المروعة في حرب سنة 67، وبالتالي التغييرات اللي حصلت أو الضرورات التي استوجبت الاهتمام بسلاح الطيران في ذلك الوقت كانت سابقة لأي أولوية أخرى. في ذلك الوقت أزيحت قيادة من قيادة الطيران، وجاء رجل أنا أعتقد أن دوره يستحق بعض الاهتمام، وأعتقد أنه أيضا يستحق بعض، وذلك هو مدكور أبو العز. مدكور أبو العز، وأنا راجل معرفوش، أنا راجل قابلته مرة واحدة يمكن أو مرتين في حياتي وبطريقة عابرة، لكني وأنا متابع لكل ما كان يجري، هذا الرجل وضع على رأس سلاح من أخطر الأسلحة نحن حديث العهد به. هذا هو السلاح الذي وجهت إليه أقصى ضربة في الحرب، والضربة التي اعتبرت رمز لكل الضربات، أم الضربات زي ما بيقولوا. وجاء الرجل وأظنه بدأ يحاول يعمل ثلاث مهام شبه مستحيلة في نفس الوقت. المهمة الأولى أنه يحاول يلم شتات ما جرى وأن يرى أو يطل على صورة واضحة له، والحاجة الثانية أن يرفع معنويات سلاح من أهم الأسلحة. تعرض ضربة خطيرة جدا أثرت كثيرا جدا، ليس في تركيبه وبنائه بل أيضا في معنوياته وفي صورته أمام الناس. والحاجة الثالثة أنه يشارك بهذه القوات في حرب الاستنزاف، ولأن حرب الاستنزاف كانت فيها مرحلتين مهمين قوي. المرحلة الأولى هي مرحلة التنبه والصد بأسرع ما يمكن، وإثبات أن هذا شعب لا يزال واقفا في ميدان قتال وتقدمه جيشه، وأنه يقاتل ويحارب لأنه يرفض نتيجة وقعت ب67 بالضربة، يرفضها تاريخيا ويرفضها بكل المعاني ويرفضها بكل حاجة فيها ترفضها. فالحاجة الأولية كانت أول حاجة هي التصدي وبسرعة ومهما كانت المواجع والجراح والمشاكل إلى المواجهة، وهنا كان في هذه الوقفة الهائلة منذ الأيام الأولى. الحاجة الثانية، المرحلة الثانية، أنه يبدأ يستعد لمراحل مختلفة في هذه الحرب، أولها أن ليس فقط منطق التصدي لكن أيضا منطق التخطيط والوقوف لحرب سوف تطول، وأولها معركة ثابتة على خط قناة السويس أو بالدرجة الأولى مركزة في منطقة في خط قناة السويس، وهي معركة حرب الاستنزاف. فهنا أنا بعتقد أنه أنا كنت أمام قائد في مرحلة صعبة جدا، جاء وقدامه أحوال نفسية صعبة جدا، قدامه أحوال عملية صعبة جدا، قدامه مشكلة إعادة تنظيم، مش إعادة تنظيم إلى حيث يعود إلى ما كان عليه أو ما كان ينبغي، كان عليه فيما أتصور أن يتطلع إلى أفق مختلف، إلى نظرة رؤية أخرى تضع دور سلاح الطيران، لأنه نحن تأخرنا في استيعاب فكرة الطيران، فكرة الحرب الجوية كلها فكرة جديدة. لكن على حال فيما يتعلق بمذكور أبو العز، سلاح الطيران أظن في هذا الوقت كان معضلة. مذكور أبو العز جاء إلى سلاح الطيران وحصل تغييرات في سلاح الطيران، لكن كان في مشاكل كتير قوي. مذكور أبو العز أنا أظن عمل حاجة في بداية عمله أظن أنها كانت مسألة مهمة جدا. مذكور أبو العز كتب تقرير طويل جدا عما وجده وعن كيف يمكن تصحيحه وعن الطلبات التي يراها ضرورية لتصحيحه، وأظن أن هذا التقرير كان وأظنه لا يزال مما يستحق الدراسة، وأنا لا أنوي أن أخوض فيه، وإنما فقط سوف أعرض لمقدمته وسوف أعرض لبعض الملاحظات المتعلقة به. لأنه هنا مذكور أبو العز بيقول في مقدمته، بيقول أنا آسف، هو تأخر في كتابة هذا التقرير لمدة 3 شهور تقريبا، والتأخر أظنه كان ناجم
عن استهوال حجم المشاكل التي وجدها قدامه، لأنه فعلا هذا السلاح ألقيت عليه مبكرا جدا أعباء نقلة هائلة في التقدم. احنا ما كناش يعني الطيران كله في العالم كله جديد، أسلحة الطيران كلها في العالم كلها جديدة، جربت بكتير قوي من أول، يعني نقدر نقول إنه كل فكرة أسلحة الطيران، الطيران كله بدأ سنة 1903، أول طيارة قامت في أوهايو جربت الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعدين على بال الحرب العالمية الأولى يدوب كان سلاح أسلحة الطيران في العالم مش عارف هي بتعمل إيه، لكن بدأ يبقى فيه خيال أو فيه تصور إنه فيه دور ما يمكن أن يقوم به الطيران في الحرب، فدخل الطيران في الحرب، ودخل الطيران في الحرب في الأيام الأولى من الحرب، في الأيام المتأخرة من الحرب العالمية الأولى، دخل وهو ما حدش فاهم هو هيعمل إيه بالظبط، عمل بعض مهام الاستطلاع، ممكن عمل بعض مهام الاستكشاف أو العمل فوق الجبهة، ممكن، لكن حتى في عملياته بدأ إنه في نوع كأنه الحرب بتبدأ من جديد. يعني أنا لما أطلع على صورة ما كان يجري أو على الأقل مما قرأناه في التقارير وفي الكتب وفي كل حاجة، حتى الطيارين ما كانوش عارفين في الأول بيعملوا إيه. يعني كان في الحرب العالمية الأولى في المراحل الأخيرة منها في طيارين بيطلعوا ألمان أو إنجليز وهم بيعرفوا بعض في أوروبا، هم عارفين مين الطيارين لعدد الطيارين محدود، والطيارين على الناحية دي وعلى الناحية دي اتدربوا وعارفين بعض وتقريبا عارفين بعضهم بالاسم، وكانوا يطلعوا قدام بعض ويطلعوا واحد كل واحد فيهم معه مسدس أو معه رشاش ويطلع فوق في الجو ويقابل الطيار الآخر طيار العدو ويحييه كأننا في عصور الفرسان، ثم يعود ويلف ويبدأ في تصويب مسدسه أو مدفعه الرشاش إليه، لأنه كانت هذه وسيلة إسقاط الطائرة الوحيدة. وبعدين مش تطور الطيران بعد كده الطرينة قدروا يتطوروا في فترة ما بعد الحرب، لأنهم استعملوه في قذفات ضد واحات التمرد أو الثورة السنوسية في الثلاثينات. بعدين في حصل حاجة مهمة أو شفنا تجربة مبكرة له جدا عملت رعب حول الطيران، وقامت في الحرب قبل الحرب العالمية الثانية كان في الحرب الأهلية في أسبانيا ما بين الحربين، وفي الحرب الأهلية في أسبانيا ألمانيا النازية انحازت إلى القوات بقيادة جنرال فرانكو اللي بيسموها الوطنيين في ذلك الوقت، في حين أن الغرب وقف وراء الشيوعيين. لكن في هذه الحرب كل الناس جربت أسلحتها بما فيها الطيران، بمعنى أن القوى الكبرى جربت وراء الأطراف المتحاربة في أسبانيا في حرب أهلية في أسبانيا. وبعدين بقى في غارة شنيعة جدا قامت بها طائرات الشترايكا الألمانية فوق مدينة صغيرة في أسبانيا اسمها جوارنيكا، وبيكاسو خلدها بصورة شهيرة جدا اسمها جوارنيكا. لكن حتى جوارنيكا وما أحاط بها بثت نوع من الرعب حول استعمال الطيران، لأنه نار منقضة من السماء ومحدش عارف بالضبط الحكاية. لكن لما جت الحرب العالمية الثانية بدأ يبقى فيه تطور كبير أوي في الطيران، لكن ده موضوع تاني. فيما يتعلق بينا إحنا ما كانش فيه موضوع الطيران، كان موضوع وافد، كان عندنا خبرة بشكل ما بالمشاة، لأنه في تجربة مشاة ما فيش مشكلة فيها، في عندنا خبرة بالمدفعية، عندنا تجربة مدفعية، في تجربة حتى في الحرب البحرية، كان عندنا من أيام إبراهيم محمد علي في تجربة في الحرب البحرية. لكن الحرب الجوية، أولا أنشئ أسلحة الطيران وليس في الذهن في فكرة عدو سوف نقاتله، وبدأ الطيران إن نوع من الترف يتبناه الملوك. ملك فاروق كان دايما مغرم يلبس ماريشال جو وهو عمره ما ساق طيارة، والملك حسين كان غاوي طيران وكان طيار كويس قوي. لكن كل هذا الطيران أخذ كما لو أنه سلاح هامشي أو مكمل أو مظهري إلى آخره. لما جت حرب سنة 48 ما كانش في الطيران عندنا، لم يلعب فيها دور إطلاقا مؤثر، لأنه ما كانش في طيارات ببساطة. وبعدين الطيارة ليست سلعة بتباع كده بسهولة، من ينتج الطائرة هي قوة كبرى متحكمة في أسواقها، وتعتبر ده مسألة مهمة جدا. ما فيش عندنا طيارات. لو لما جت صفقة الأسلحة السوفيتية مع مصر سنة 55 وبدت تبقى موجودة على أوائل 56، فكرة الطيارة الجديدة اللي جت لنا
لسه فكره حديثه وفكره غريبه. ونحن ديما الطياره الميج اللي خدناها 17 في ذلك الوقت لم تكن هي اللي احنا عرفناها السبيت فاير والهاريكين اللي عرفناها اللي كانوا ادوها لنا الانجليز مستهلكه. فالطياره نفسها كانت جديده، الطياره والطيار جداد قوي. فسلاح الطيران اتضرب سنه 56، لكن في 56 اللي بيضربوا كان انجلترا وفرنسا، والطيارات اللي كانت عندنا واللي راحت في القتال، لان كل اللي كان جالنا لغايه ما بدات الحرب ارقام بالعشرات لا تزيد عن 30 او 32 طياره على اي الاحوال. حتى لو راحت ما كانش فيه هذا الهوس بالطيران او هذا الاهتمام بالطيران بالقدر الكافي، لانه هذا سلاح جديد على العالم وجديد علينا، يملكه أقوياء ونحن نحاول أن نقترب ونحاول أن نستوعب، لكن ثبت أن هذا السلاح سلاح في منتهى الأهمية، وقد لا يكون هو حاسم لمعارك، لأن المعارك دائما تحسب على الأرض والحروب تحسب على الأرض، لكن الجو مسألة مهمة جدا لأنه يؤثر في موازين القوى، يؤثر في الموازين، ولا حال ظهرت له استخدامات سواء في الحرب العالمية الثانية إلى الآخر ظهرت له استخدامات غير طبيعية. مذكور أبو العز لما يروح سلاح الطيران ويطل على هذا المشهد الذي جرى وهذا التدمير الذي جرى، يدرك أنه إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا. المشكلة ما كانتش بس مسألة الطيران، مشكلة مسألة أنه ما تبدى في هذا الوقت وما كان ظاهرا قبلها لكن دون تأكيد كافي، أنه الطيران بالتحديد وخلافة لكل أسلحة يحتاج إلى نمرة واحد، يحتاج إلى قاعدة صناعية مهمة جدا، حتى إذا لم تكن قادرة على صنعه فعلى أقل التقدير قادرة على صيانته. يحتاج إلى خبراء، إلى خبير فني. الطيارة أو التعامل مع الطائرة ليست بالضبط التعامل مع المدفع، ليست بالضبط التعامل مع مسدس تديه وتاخد غيره أو يستبدل بأسرع ما يمكن. الطائرة قضية تانية. الحاجة الثالثة أن الطيار ومن يطير في الطائرة محتاج لياقة بدنية جدا، يعني في الفرز في كلية الطيران عادة ما بين 1000 متقدم بالكتير قوي يختاروا 5 6، لأنه يحتاج الطيار. أنا شفت، أنا ركبت مرة طائرة قاذفة وبعرف يعني إيه معنى التواجد في طائرة مقاتلة والعبء اللي فيه على من يطير حتى لو ما كانش هو مقاتل، حتى مجرد راكب في طائرة مقاتلة في طائرة قاذفة ورا الطيار القاذف أو مع قريب من الملاح اللي بيضرب. لكن ده محتاج قاعدة صحية، محتاج قاعدة نفسية، قاعدة صحية، قاعدة فنية، قاعدة صناعية، ما هوش كده بالطريقة البسيطة دي. يعني بعض ده كان باديا قبل سنة 67، لكنه مع الضربة ومع الإحساس بأن هذه الضربة تركزت فيها كل النكسة تقريبا، بقى في موضوع الطيران بقى مسألة مهمة جدا. جنب أنه مسألة مهمة بقى توافقوا مشكلتين مع بعض، مشكلة التحقيق فيما جرى وكيف جرى لهذا الطيران، والحاجة الثانية كيف تعيد بنائه، وبعدين الثالثة كيف تفكر في التصورات المحيطة به، لأنه هذا سلاح غير عادي. مذكور أبو العز كتب تقريره واضطر يتأخر 3 أشهر لغاية ما يقدم هذا التقرير، وفي مقدمته اعتذر عن التأخير، اعتذر ببساطة وقال، يعني أنا الحاجات اللي واخدها من تقريره، هو اعتذر وقال ببساطة أنه أنا آسف جدا، وبيقول هو نمرة واحد، كان لزاما علي أن أتقدم بهذه المذكرة منذ الأيام الأولى لتعييني قائدا للقوات الجوية والدفاع الجوي في 10 يونيو، ولكن الظروف القاسية التي تمر بها القوات منذ 5 يونيو حتى الآن لم تمنحني الفرصة لتقديم الموقف كاملا، نظرا لحالات الاستعداد المستمرة لمواجهة العدو والتدريب المتواصل للطيارين والتشكيلات إلى آخره. لكن هو هنا الحقيقة واقع الأمر لم يكن يواجه مشكلته، كان بيواجه تقريبا عملية إعادة التصور مهمة هذا السلاح الجديد والطارئ علينا. مذكور أبو العز مع الأسف الشديد وقع في إشكال، هو إشكال مفروض على كل أطراف، بمعنى أنه مذكور أبو العز في ختام تقريره في ملاحظاته هو برهق تقريبا من العبء اللي عليه، لأنه في عبء. أولا هو كان بعيد عن الخدمة فترة، راح محافظ أسوان، لأنه مع الأسف الشديد كان خانق، مع كان عنده علاقات ملتبسة
أو فيها نفور بينه وبين قائد الطيران السابق عليه وهو الفريق محمد صدي محمود، لكنه بيمثل هذه الفترة التي لم يكن واضحا فيها في التفكير الاستراتيجي المصري هذه الإمكانيات المهمة جدا الملقاة على سلاح الطيران في عصر مختلف تماما عما سبقه، والسلاح هو جديد العهد به والناس كلها جديد العهد به. فصدقي محمود أنا بعتقد أنه كان في اللحظة اللي كان فيها الطيران بشكل أو آخر مظهر تواجد عسكري لكنه بعيد عن روح الفعل العسكري الحقيقي. لكن مذكور أبو العز جه وهو كان اختلف مع قائده بشكل أو آخر، وبعدين هو أقصي عن صلاح الطيران وراح أسوان، والآن بدت في حاجة إلى أنه حد تاني يجي، فجاء مذكور أبو العز. مذكور أبو العز كان في صفات في اعتقادي في صفات كويسة جدا، في صفات تنظيمية كويسة أوي، في حزم، لكن جاء الطيران في جو غير مناسب لأنه الطيران مجروح والطيارين مجروحين، وحد جاي بيتكلم على إعادة تنظيم، وحد جاي ينقد ما فات. من سوء الحظ أيضا كمان هذا كله أضيف له شيء، أنه تقرر محاكمة بعض قادة الطيران السابقين ومنهم صدقي محمود أمام محكمة عسكرية بدعوى الإهمال. كان في أساس لدعوى الإهمال، لكن أنا أظن أن القضية كانت أكبر كتير جدا من أنه الطيران أهمل أو ما أهملش. القضية كانت قضية كل فكرة النظر الحرب، كل فكرة الاستعداد الحرب، كل توقيت قبول الدخول إلى مخاطرة حرب. في هنا قضايا سياسية كبيرة جدا وفي اعتقادي أكبر من المفاجأة. المفاجأة كان ممكن يمكن توقي بعضها، وأنا أظن وهو معروف وشاع أنه جمال عبد الناصر في اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة مساء يوم 2 يونيو أشار إلى أنه تتوقع ضربة عسكرية تبدأها إسرائيل في أزمة خليج العقبة وقفل خليج العقبة تبدأها يوم الاثنين القادم اللي هو 5 يونيو وتبدأ بضربة جوية. كل ده كان قاله جمال عبد الناصر صحيح، لكن لازم أسجل أنه في هذه المقابلة صدقي محمود وهو يعلم أنه هذا خارج استطاعته، لكن هنا إحنا مرات وهذا موجود في الفكر الوظيفي المصري أنه الناس تيجي وتتقبل أو تعرض أو تطرح مهام هي أول من يعلم أنها مستحيلة. صدقي طلب أنه طب إذا كان كده ما نبتدي إحنا الضربة أولى، هذا كان مستحيلا سياسيا. في هذه المناقشة وأنا عارف إيه اللي جرى فيها صدقي قال لجمال عبد الناصر قال له طب اسمع، سلاح الطيران كان متشجع بشكل أو آخر وكان متشجع بأكبر من القوى الحقيقية وعلى غير معرفة بحقائق القتال في الجو الحرب الجوية، على غير معرفة كافية إطلاق، لأنه كان سعيد جدا بأنهم عملوا عمليتين اختراق وطاروا بيهم فوق مواقع ديمونة مفاعل ديمونة، وأنه الطيران الإسرائيلي لم يستطع اللحاق بهم كما أنه ارتفاعهم كان فوق مدى وصول الصواريخ الإسرائيلية. ففي المرتين اللي حصلوا في الاستطلاع فوق ديمونة سلاح الطيران كان فيه نوع من النشوة بعتقد الغير مبررة. لما صدقي محمود طلب يقول في الاجتماع بتاع يوم 2 يونيو طب نضرب الضربة الجوية الأولى، ما كانش هذا ممكن، وإلا ببساطة كان لقى نفسه التصعيد، أي تصعيد في الدنيا له حسابات، ما حدش يجي يقول والله هضرب ضربة أولى بعد أنا ما ضربت ضربة قفل خليج العقبة وبعد ما ضربت ضربة تحريك القوات إلى سيناء. أي حد يتكلم ده معناها أنه أنا ألاقي قدام العالم كله وأول الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمته ثلاث حاملات طائرات أمريكية بتحوم حول المنطقة وقتها أهمها ساراتوجا اللي كانت جنب الشواطئ مباشرة، ألاقي ده كله بيضرب فيه. فصدقي كان يعلم أنه ما قدرش يضرب الضربة الأولى، ومع ذلك جمال عبد الناصر بيقول له أنك لازم ما نقدرش يضرب الضربة الأولى، لازم نستنى ونستوعب الضربة الأولى. فصدقي وأنا إنصافا له بقول هو قال بالإنجليزي حتى في ذلك الوقت الاجتماع كما هي مسجلة، قال it will be crippling، قد تكون مصيبة بالشلل. فجمال عبد الناصر سأله إلى أي مدى، قال له بنسبة 20%، قال له هل تستطيع أن تستوعب خسائر 20%، قال له آه، لكن لما حصلت الضربة الخسائر كان مفروض أن يبقى فيه توقي، وإحنا عارفين ما فيش ضربة أولى وأن إحنا ناخد ضربة أولى وعارفين تقريبا معادها، وإحنا بنقول اللي وصفه صدقي محمود بأنه كريبلينج كان بيقدروا 20%، لكن لما جت الضربة 70% من الطيران طار راح. فهنا كان في مشكلة، لكن اللي فيما واجهه مذكور أبو العز
انه قياده الطيران السابقه عليه كانت في المحكمه العسكريه، والجو في السلاح كله يحمل في احساس بانه السلاح بيحمل باكثر مما يطيق، ان المحاكمات له على اي حال فيها مش ده الوقت مش ليست لائقه بالسلاح، وانه قائده بيحاسب، وانه مذكور بيتحمل جزء من بعض العبء لانه صدقي كان محبوب، وبمقدار ما كان صدقي محمود محبوب في الطيران بمقدار ما كان في حساسيه قدام راجل جاي بيحاول يتصور انه يفرض نظاما بعد حاله من التسيب. فبقى في مشكله، لكن المشكله الاكبر بقى انه مذكور ابو العز اختلف مع القياده العامه للقوات المسلحه، واختلفوا في مساله هي من صميم علوم الحرب، وانا ما بتقدم لها انا بتكلم هنا عن بعض المعرفه باجواء الحرب، لكن لا استطيع لا اقحم نفسي ولا اقحم سامع او قارئ في علوم الحرب مش شغلنا، لكن هذا موضوع بيهم جدا لانه ما هو مما هو شائع في العالم. مذكور ابو العز بدا، وهذا طبيعي، بدا في ملاحظاته العامه كما لو كان يلوم القوات البريه، فبدا في ملاحظاته العامه بيقول هذا هو موقف القوات الجويه والدفاع الجوي، قمت بشرحه بكل دقه وامانه لكي اضعوا امام المسؤولين على حقيقته، ولقد بنيت كذلك الصوره التي نراها لازمه ان تكون عليها القيادات الجويه والدفاع الجوي حتى مكه. وبعدين بيقول بقى هنا نقطه ارجو ان تنال الاهتمام، وهي تتلخص في الاعتقاد بأن استمرار القوات البرية في القتال لا يكون إلا بتوفير حماية جوية دائمة فوق ميدان المعركة، وهذا اعتقاد خاطئ. هنا بدأ أنه مذكور أبو العز يحاول أن يعفي سلاح الطيران بالاشتراك في المعارك، وهو يلوم القوات البرية، بيقول القوات الجوية في دلع، بيقول القوات البرية في دلع أنه بيتصوروا أنهم ما يحاربوش تحت من غير حماية جوية، بينما التاريخ بيعرف، التاريخ الحديث بيعرف جيوش كتيرة جدا حاربت في أقصى ظروف دون حماية جوية. وبيقول إن الاقتصاد في عملية المعاونة أو الحماية الجوية مبدأ هام من مبادئ استخدام القوات الجوية، وخاصة في عمليات القوات البرية، ففي هذه الحالة يجب أن تكون كذا. لكنه يتضح أن عجز القوات الجوية لسبب أو لآخر خلال فترة ما عن تقديم المعونة أو الحماية الجوية يجوز بأي حال أن يكون مبررا لانهيار أفرع القوات المسلحة الأخرى وانسحابها من مواقعها بالشكل الذي تم عليه في عمليات يونيو. فكم من جيوش صدت وقاتلت دون حماية جوية إلى أن تم لها النصر. بدأ هنا القيادة العامة أنه قائد الطيران الجديد بشكل أو بآخر عاوز يقلل من إمكانيات أن قواته تشترك في المعارك الجارية في معركة الاستنزاف، وإذا كان أول مشكلة. المشكلة الثانية لحقت بيها على طول أنه كل الدراسات العسكرية وكل التجارب تقريبا كانت أثبتت ضرورة فصل سلاح الطيران عن الدفاع الجوي. الطيران في كل الجيوش بقى فيه الطيران قيادة والدفاع الجوي قيادة. احنا كان عندنا مندمج لاسباب كتير قوي راجعة للتقاليد اللي كانت قديمة، ويمكن ما اخدناش بالتطورات اللي كانت حصلت. لكن اللي حصل انه بدا عبد المنعم رياض وبدا فريق فوزي في القيادة العامة يطالبوا او يقترحوا انه الدفاع الجوي ينفصل عن سلاح الطيران، وهذا كان منطقي. لكنه مذكور ابو العز وفي اجواء هذه الحساسيه بدا يعارض هذا الاتجاه، والحقيقه انه هذا الاتجاه بدا يفرض نفسه، لانه في اتساع المعركه واختلاف الاسلحه بقى بيخلق اختلاف كبير جدا بين ما هو المطلوب من السلاح الجوي. السلاح الجوي بيعمل استطلاع، بيعمل ضرب، بيشتغل مقاتلاته، بتشتغل قاذفاته، بتشتغل طيارات النقل بتاعته، ممكن هذا مهمته. لكن في حاجة تانية، الدفاع الجوي بتطور الصواريخ بدأ ياخد شكل آخر مختلف، لأنه على سبيل المثال بدأ يبقى فيه أهداف لابد أن يكون الدفاع الجوي متواجد فيها باستمرار. سد العالي مثلا، القناطر والكباري على النيل مثلا، لما احنا جينا بعد كده وبنبني حائط الصواريخ، حائط الصواريخ ده كان حاجة موجودة ستاتيك، هيقف مطرحه هيبنى، واللي هتتحرك فيه زي وحدات صواريخ تطلق صواريخ متحركه زي السام 6 متحركه، لكن تحت موجوده تحت حائط صواريخ. حتى لما بتخش في معارك وتواجه بالطيران المنخفض، تواجه طائرات
بصواريخ زي الاستريلا، بقى الدفاع الجوي هنا لا علاقة له بالسلاح الجوي، وبدأ يبقى فيه خلاف في القيادة العامة ما بين مدكور أبو العز وما بين الفريق فوزي. مدكور أبو العز طالب الاستمرار الوضع على ما كان عليه، السلاح الجوي والدفاع الجوي، والفريق فوزي وعبد المنعم رياض معاه طالبين أنه الفصل بين الاثنين. وذهب الخلاف إلى جمال عبد الناصر واحتار فيه جمال عبد الناصر، واضطر يحتكم فيه، استدعى ماريشال كاتشكن قائد الدفاع الجوي في الاتحاد السوفيتي، وبدأ يتناقش معه، قعد معه 3 جلسات طويلة على فكرة الفصل ما بين الدفاع الجوي والطيران، وكان واضح انه ضرورة الفصل. لكنه اللي حصل ان مدكور ابو العز اعتبر ده مشكلة بالنسبة له، فقدم استقالته وقبلت. هنا بقى في مشكلة اضافية تانية اضيفت الى الطيران، الى المأزق اللي كان فيه سلاح الطيران كله، لانه مش بس كل اللي حصل سابقا، لكن القائد الجديد اللي قعد 3 اشهر 4 اشهر 5 اشهر، وبعد ما قدم تقرير نشأت خلافات سواء متعلقة بالمعاونة العملية بالمقاتلات على جبهة القتال وحرب الاستنزاف، او بضرورة فصل الدفاع الجوي عن السلاح الجوي. طيران مختلف والدفاع الجوي مختلف. قبلت استقالة مدكور أبو العز، وأنا أعتقد أنها كانت محيرة جدا لجمال عبد الناصر، ولقي ورقة بخط جمال عبد الناصر فيها من التساؤلات أكثر مما فيها من أي حاجة تانية. ألاقي جمال عبد الناصر محتار جدا. هو جاء بعد كده قائد جديد هو اللي هو مصطفى الحناوي لكي يكون قائدا لسلاح الطيران. ألاقي جمال عبد الناصر بيكتب على ورقة كده، ويبدو لي أنه ما كتبه كان نتيجة للقائه مع حد بشكل ما، أنا ما أعرفش مين، لكن ألاقي في ما يلي، ألاقي جمال عبد الناصر بيكتب: عملية جراحية في الطيران يعني لا نحتاج لها. ليه؟ لو غيرنا القيادة لسه ما فيش نمو في القيادات، لا بديل، ممكن يبقى فيه رئيس أركان حرب عادي يتفاهم كويس، إذا حصل تغيير كبير يدفع القوات الجوية للخلف. دي ملاحظات هو كاتبها. الإدارات الصورة واسعة، غير ضروري التغيير، بعض الضباط يتغيروا لكن مش مرة واحدة، بالتدريج، فيها كل ده في مصلحة. انت بعض التغيير على مهل، ممكن قوي يبقى في نائب للحناوي اللي هو القائد الجديد، رئيس أركان حرب مع نقط الضعف الموجودة يستطيع أن يغير كتير. وبعدين كاتب بخطه: الرجل الوحيد الذي يفهم كل شيء يقبل النقد. وبعدين: رئيس أركان حرب ضعيف لا ينفع، يا ممكن يعمل شكليا، لكن هذا بيدل في اعتقادي على الحيرة اللي كان فيها الرجل. لكن على أي حال بقى في قدامي في وضع شديد الحرج في الطيران، وفي وقت هذا كله لابد أن نتذكر معارك دائرة، حرب الاستنزاف دخلة في الصورة الأولى لها وهي التصدي، وحتى قبل أن تكون هناك خطط متكاملة، لأنه كان في رغبة أنه صوت القتال لا يقف على منطقة القناة، وأنه لابد أن يبدو أن المقاومة مستمرة، وأنها مستمرة في كل مكان، في الجو وفي البحر وفي الأرض. لكنه هنا كان في كانت أقرب ما تكون إلى استنهاض الهمة أكثر منها التخطيط. لكن أما ونحن داخلين في مراحل التخطيط، دخلنا بالوضع في سلاح الطيران بعد الضربة كان صعب، جاء واحد زي مدكور عمل صورة أصبح ممكن فهمها، وهذا كان مهم. وبعدين لكن هذا الرجل لأسباب خارج إرادة كل الأطراف، يعني بعرف إزاي جمال عبد الناصر قبل استقالة مدكور أبو العز، وهو رغم أنه حصلت محاولات كتير قوي، يعني اتقالوا في الفترة دي، طب ده طبيعة الأمور، الناس اللي كانوا من أصحاب صدقي محمود وده وطبيعي، وحتى في التنظيم السياسي بدوا يقولوا ده مدكور أبو العز مش عارف بعد عن الطيران سنين طويلة فنسي، بدوا يقولوا مدكور أبو العز كان أصله في أسلحة في أسراب النقل فهو ما عندوش فكرة على القتال. وبعدين بدأ يتقال كمان أيضا أنه في فترة ما كان هو في محافظ ولا حاجة وهو صديق للسيد عبد اللطيف بغدادي، أنه يعني هو قرب قوي بقى، يعني في هنا مشكله سياسيه في صداقه لطيف بغدادي، وانا بعتقد انه هذا كله كان كلام فارغ، وجمال عبد الناصر لم يضعه في اعتباره وعين مدكور ابو العز وسانده، لكن جت قضايا
أكبر من كل الناس في ظرف أصعب من كل ما يتصوره أحد. لكن هنا كان عندنا مشكلة كبيرة قوي، كيف يمكن لهذا السلاح بهذه الحالة من الروح المعنوية وبهذه الحالة من الدمار الحقيقي وبهذه الحالة من التخبط الإداري، لأنه بيجي قائد قبل قائد موجود طلع واتهم وبعدين راح المحكمة، وبعدين جاء قائد تاني كان له آراء تانية واختلف وخرج، فنتيجة ده أن الوضع في السلاح بقى فيه مشكلة حقيقية، وبعدين فيه مشكلة حقيقية والعصر بيتقدم والإسرائيليين بيرتكزوا على الطيران كنقطة تفوق حقيقي يعني، وهم عندهم كان هذا مع الأسف الشديد، لأنه أولا الحرب العالمية الثانية وضحت أهمية دور الطيران، دخلنا في مراحل في الحرب العالمية الثانية شفنا في بدايتها ضربة جوية ضد أمريكا، ضد الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا ضربة قاسمة لأمريكا في الباسيفيك خلصت على كل أسطول أمريكي في الباسيفيك، حملة قادها مجموعة حاملة طائرات قادها الأدميرال ياماموتو ودمرت كل الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وانتبه العالم إلى أنه في حاجة مروعة بتحصل. قبل كده كان في حصل طبعا في بداية الحرب لما هتلر اكتسح بلجيكا وهو بولندا وهولندا وفرنسا شمال فرنسا وأرغم الإنجليزي يهربوا من دنكرك على إنجلترا وفرنسا تستسلم، كان الطيران بيعمل دور، لكن ضربة جنرال ياماموتو عملت حاجة ثورة في تصور إمكانية الطيران إذا اجتمع الطيران مع الأسطول بالحاملات الطائرات. الإسرائيليين كانوا متنبهين لهذا، الإسرائيليين كان عندهم وتابعوا أظن تابعوا مراحل الحرب المختلفة مش بس ياماموتو، لكن تابعوا والعالم كله تابعوا تطور الطيران وكيف أن الطيران انتقل من ضربة المخاطفة بالطريقة دي وانتقلت القاذفات إلى أنها دمرت ألمانيا تقريبا في المراحل، لما جاء واحد اللي سموه بومبر هاريس ضارب القنابل يعني، وقسم مدن ألمانيا كلها مربعات وضربها مربع بعد مربع في اللي سموه الكاربت بومينج، بعدين جت القنبلة النووية وأرغمت اليابان على الإسلام. بدأ هنا يبقى فيه في القوة الجوية اللي جاية في حاجات كده تنبهت لها إسرائيل، وأدركت إسرائيل يمكن من اللحظة الأولى أنه أكثر ما يناسبها أن تتفوق فيه أسلحة الطيران لعدة أسباب. الحاجة الأولانية أنه هي أرض تعتقد أنها أرض محصورة ضيقة، فالطيران يناسبها جدا لأنها عاوزة تنقل معركة العدو لأرض العدو، فالطيران هو أسرع سلاح ينقل معركة لأرض العدو. يناسبها أنها دولة محدودة قوي في عدد السكان، لكن في عدد السكان الطيران بكل سلاح الطيران الإسرائيلي اللي كان موجود في وقت 67 كان لا يزيد على 18 ألف إنسان في كل أفرعه بما فيها الصيانة، مش محتاج كل طيارة محتاجة 15 واحد يخدموها في الخلفية وفي في عملها مش أكتر من كده، بينما الجيوش الجرارة حاجة تانية خالص. حاجة تانية إنه إسرائيل لقت القاعدة بنية الأساسية اللي موجودة عندها، لأن الإنجليز سابولها في فلسطين مجموعة من القواعد الجوية كانت معدة لملاقاة هتلر وفي زحف مارشال رامل إذا كان هيزحف من ليبيا على مصر على القوقاز زي ما كانت خطته، فالإنجليز عاملين كمية من القواعد في فلسطين سلبتها إسرائيل. الحاجة التانية إنه الإسرائيليين يستطيعوا أن يجدوا القاعدة البشرية في الانتقاء، ما كانش عندهم المشكلة اللي عندنا أول الصحة والعناية والرعاية الصحية إلى آخره، كان عندهم مش بس كان عندهم فرصة أن يجيبوا كطيارين من كل أنحاء العالم. لما بن غوريون دعا الطيارين اليهود اللي في كل أنحاء العالم أنهم يجوا لمساعدة الطيران الإسرائيلي ولا التطوع في الطيران الإسرائيلي، لقى واحد زي وايزمان جنرال وايزمان اللي هو تقريبا عدى خطة 67 كلها، لكن ده كان أصله كولونيل في الجيش الإنجليزي، كولونيل طيار في الجيش الإنجليزي قاعد في قواعد فلسطين وهو عارف. فإسرائيل كان عندها ميزة إنها أولا الحرب الجوية تناسبها أكثر ما يناسبها، تناسب ظروفها تماما، ثانيا عندها قاعدة الإنسانية، عندها رغم محدود السكان عندها القاعدة الإنسانية، عندها القاعدة البشرية، عندها القاعدة الصحية، عندها المتطوعين، عندها الخبرة وده أهم حاجة، عندها المعرفة، الاستيعاب الكامل لفكرة الحرب الجوية لأنها واخدة طيارين من جيوش آخرين.
أما أنا في العالم العربي مش بس الفكرة جديدة والبنية الأساسية مش غائبة بس في المطارات والقواعد وإمكانية أنها تشتغل على نطاق أوسع قوي، ومش بس قاعدة لياقة بدنية وصحية وتعليمية وفنية، ومش بس ورش كتير قوي محتاج يبقى موجود في تفهم فكرة هذه الحرب اللي هي أحدث ما وصل إليه إنسان في تاريخ الصراعات في العالم. الموضوع موضوع بقى موضوع حقيقي، موضوع جدي. يعني في هذه الفترة حصل أنه موضوع محاكمات الطيران، أنا بعتقد أنه كان موضوع بيأثر ولو لم نشعر به مباشرة، بيأثر على السلاح، على السلاح الجوي، لأنه أن يكون قائد هذا السلاح، وصدقي محمود كان بيقدم محاكمة، أن يكون أركان حربه موجودين معاه في محاكمة مهما كانت الدرجة. هنا في قضية مهمة جدا نحن نحتاج إلى أن نتعلمها ونحتاج إلى أن نفهمها، أنه وهي مسألة بالغة الدقة، القادة العسكريين في ميدان القتال ينبغي أن يكون لهم حق التقدير المستقل للمواقف التي تواجههم في حدود خطة معينة، لكنه إذا أحس قائد عسكري، وهذه مهمة جدا عندنا، العسكرية ليست مجرد أن يكون هناك رجل على كتفه علامات وأنه عنده رتبة، معنى القيادة في حد ذاته أن يكون له حق التصرف بالمبادئة. وهنا الدول كلها اعتمدت سياسة قد تبدو غريبة ولكن هي في واقع الأمر حق، أن لا يحاكم قائد عسكري على تقديراته، يمكن أن يحاكم العظمى إذا ثبت أنه خان، يمكن أن يحاسب بتهمة الإهمال الجسيم إذا اتضح بطريقة واضحة أن هناك إهمالا يمكن أن يحاسب عليه، لكنه لا يمكن أن يحاسب قائد ولا أن يحاكم قائد على خطأ في تقديراته، لأنه إذا فعلنا ذلك فمعنى هذا أننا نشل فكرة أن تكون هناك لدى قائد القواد فكرة المبادئة والحركة. يعني ما ميز قائد عظيم زي الرامل في اعتقادي هو قدرته على استغلال أي ثغرة فتحت قدامه للاندفاع خارج التعليمات، في إطار تصور عام الخطة لكن خارج التعليمات، وقد ينجح وقد يخطئ وقد يفشل، لكنه لا ينبغي أن يحاكم. إذا أخطأ في تقديراته وانهزم يبقى إذن يعزل، لكنه فكرة أن يحاكم خطرها إيه؟ خطرها إننا معنى أن يحاكم قائد على سوء تقديراته مما أدى به إلى موقف صعب هو أنه تنعدم بالنسبة للمستقبل كل إمكانية أنه يبقى فيه ضابط عنده إنيشيتيف، عنده مبادئة، عنده يتحول ببساطة، يتحول المقاتل إلى موظف في انتظار تعليمات ويريد أن يغطي نفسه. حصل في ذلك الوقت مناقشات كتير قوي وأنا كتبت فيها كتير قوي وكتبت رأيي فيها وكتبت بوضوح شديد، لأني لابد أن أعترف أن أنا كنت ضد هذه المحاكمات للقادة، كنت ضد هذه المحاكمات للقادة، وقلت هذا الكلام، قلت في مقالي الأسبوعي في الأهرام في ذلك الوقت، قلت أنه، وأنا آسف بقول الكلام ده يعني، لكن قلت أنه القيادات العسكرية لابد أن تتحمل مسؤوليتها في ظل تقاليد محفوظة ومصانة، وقلت أنه لم يحدث في أي بلد من البلدان أن حكم قائد عسكري لأنه دخل معركة ثم خسر هذه المعركة أمام عدو، وعديت أمثلة من التاريخ، عديت مثل مارشال آيرون سايد رئيس أركان حرب الجيش الإمبراطوري في اللي أهمل، وحتى كان إهماله واضح في إعداد القوات البريطانية لحرب في أوروبا، لكن دي كانت مسؤولية سياسة ما كانتش مسؤوليته. لورد جورت قائد القوات البريطانية في أوروبا، كامبل قائد الأسطول الأمريكي اللي في الباسيفيك أنذر إن في ضربة عليه ومع ذلك جات له الضربة لكن عزل، لكن محاكمته مسألة في الجيوش. المستقبل هو الأولى بالرعاية وليس ما جرى. وبعدين عندي جنرال ريشي قائد، بعد جنرال ريشي في أمثلة فيما بعد هذا كله من وقت ما كتبت هذا، في جنرال موس ويست مورلاند في فيتنام خسر حرب بلا جدال قدام جنرال جياب لكن لم يحكمه أحد، عزل. في الأسطورة العسكرية الكبرى جنرال ماكارتر في كوريا قدام لين بياو خسر قدام معركة قدام القائد الصيني لكن ما حدش يحاكمه. عايز أقول إيه؟ إنه جيوش لها، إذا أردت أن تحاكم قائد جيش
او ضابط جيش، فاعلم انه في الحرب القادمه هذا القائد سوف يتحول، اي قائد سوف يتحول لموظف. واحد يفقد المبادره، لا ياخذ مخاطره، يغطي نفسه باي وسيله، ثم هو يبالغ في طلباته المطلوبه في الاستعداد للحرب لانه يريد ان يغطي نفسه. يعني انا عندي ظل من هذا حصل عندنا احنا في سنه 73، ولولا انه المشير الجمصي قالها في مذكراته انا ما كنتش اتطرق اليها. المشير احمد اسماعيل كان عنده تعليمات واضحه من الرئيس السادات في التوجيه الاستراتيجي في يوم 1 اكتوبر سنه 73 وهو واضح. لكن احمد اسماعيل، المشير احمد اسماعيل وله الحق، انا عذره بعد اللي حصل في تجربه 67، راح طلب يوم 5 من الرئيس السادات تاكيد لانه كسر وقف اطلاق النار هو يوم 6 بالتحديد. ولما سالوا المشير الجمصي، والمشير الجمصي كاتبها في مذكراته، قال له طلبت ليه تاكيد تاني للمعلومات؟ قال له لا، انا مش عاوز، لابد ان يكون واضحه قرارات السياسه، انا مش عايز حد يحملني مسؤوليات تقريبا كده انا لا اتحملها. احنا مقبلين على معركه ولا بد ان يكون لدي قرار بكسر وقف اطلاق النار في هذا اليوم بالتحديد 6 اكتوبر، لانه التوجيه الاستراتيجي الاول لم يحدد يوم 6 اكتوبر. هنا هذه القضيه قضية مهمة جدا، لكن قضية من أهم قضايا الحرب، وفي ذلك الوقت كانت مسألة مهمة جدا. وأنا فاكر لما كتبت هذا الكلام ضد المحاكمات وضد رأي عام، إنه كان وضد رأي عام كان سائد كتير قوي بإنه، يعني أنا فاكر ما تعرضت له في هذا الوقت وأنا بقول ما فيش داعي لمحاكمات. فاكر جدا إنه أنا في ذلك الوقت تعرضت لحملات لا حد لها، كأني أدافع عن قدم مهزومين، مش هو ده، مش ده الموضوع. هنا في بعتقد إنه في مهمة الكاتب الصحفي في قضايا وهموم تمس الرأي العام هو يمشي وراء الرأي العام، في قضايا تمس أمن الأوطان وتمس مستقبل الأوطان لابد أن يقف ويتحمل تبعات ما يقول. أنا آسف جدا في هذه الليلة قد أكون دخلت في بعض الموضوعات العسكرية، لكنها كانت لازمة وأنا عرضتها على أي حال، وأرجو أن لا تكون كانت مرهقة على الناس، لكن عرضتها. تصبحوا على خير.